سلطة الزبادي والخيار من السلطات أو الأطباق الجانبية اللي أحب أقدمها مع أطباق الرز، مثل الكبسة، البرياني، الأوزي وغيرها كثير من الأطباق. مكوناتها بسيطة بس تضيف طعم ولذاذة للطبق. في وعاء أو طبق أخلط الزبادي، تقريبا 200 جرام زبادي أو علبتين صغار، وأضيف معهم خيارة مبشورة بشر ناعم، لازم تبشروها أو تفرموها فرم ناعم جدا، مع فص ثوم مهروس وكمان عصير نصف ليمونة. إذا بتحبوا طعم الليمون ممكن تضيفوا أكثر، وملعقتين زيت زيتون هذا اختياري، مع التوابل اللي هي ملح، فلفل أسود ونعناع مجفف، أو ممكن تستبدلوه بريحان. وأخلط كل المكونات مع بعض، وبس هيك بيكون الطبق عنا جاهز. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتكونوا استفدتوا من الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا في قناتي وصفات لونا وتفعلوا جرس التنبيهات. جربوها ممكن تحبوها.